قل إنما أنا بشر مثلكم. هذه الآية وهذه الكلمة بالتحديد قل إنما أنا بشر مثلكم تتضمن ثلاث فوائد. الفائدة الأولى قل إنما أنا بشر مثلكم، أي يا من كذبتموني. وتجد هذا التفسير راجع تفسيرين، تفسير ابن كثير وتفسير البغوي. يا من كذبتموني أنا لا أعلم الغيب وأتيتكم بكلام وأنا بشر مثلكم فأتوني بمثله، أنا ما بعلم الغيب وجئتكم بكلام كذكر أصحاب الكهف عن الماضي، وجئتكم بكلام عن الحاضر الجنة والنار، وجئتكم بقصص الأنبياء والرسل، وجئتكم بحجج وبأحكام وبعقيدة صحيحة وأنا بشر مثلكم فأتوني أنتم بمثلي. دي واحد. الأمر الثاني قل إنما أنا بشر مثلكم رد على الذين يقولون بأنه خلق من نور وأنه ليس كمثلنا. قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن هو سيد البشر وهو خير البشر وهو أفضل البشر يوحى إلي، فضله الله علينا بالوحي وبما عنده من الصلاح وكمال الإخلاص وكمال العمل الصالح صلى الله عليه وسلم. دي يا جماعة فائدة. الفائدة الثالثة قل إنما أنا بشر مثلكم فما دمت مثلكم فلا تعبدوني من دون الله وإنما أعبد الله الذي خلقني وخلقكم. وهذه كقوله تعالى من سورة المائدة في آخر صفحة، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. طيب يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فهذا التوحيد وحي من الله سبحانه وتعالى، وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو، قال ابن القيم رحمه الله، فما دام أنه إله واحد متصف بهذا الأمر فإنما تصرف العبودية والعبادة له وحده لا شريك. فمن كان يرجو لقاء ربه الذي يخاف من العذاب ومن غضب الله ويرجو رحمة الله سبحانه وتعالى ويعلم أنه سيلقى ربه لا محالة فليعمل، الدار يلاقي الله ما يتمنى ساي لك الجنة برحمة الله، وهو العمل وين؟ ولك أنا برجو رحمة الله، البرجو بيعمل، زول عنده بلدات أرض برجو الحصاد 200 لما نزرع البرجو يا جماعة بيعمل، الزول بيمشي بيفحص عند الدكتور ويشخصوا له المرض، عندك المرض الفلاني ويدوا الأدوية دربات والأدوية والحقن والعلاجات والحبوب، بيمشي بيعمل السبب وبعد ذاك بيرجو الشفاء من الله سبحانه وتعالى. انت بترجو رحمة الله اعمل وارجو الله يرحمك. فمن كان يرجو فليعمل، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا، والعمل الصالح ما وافق فيه العبد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يشرك بعبادة ربي أحد، قال عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد جاءت أحد نكرة في سياق النفي تفيد العموم، النهي النهي تفيد العموم يعني تعم كل شيء، قال فتعم الملائكة، تلقاها كذا في فتح المجيد، قال فتعم الملائكة والصالحين والأنبياء والمرسلين وغيرهم
وغيرهم. أي أحد ما تصرف له العبادة من دون الله. أنت لو قلت يا الله ويا جبريل أشركت بالله؟ جبريل عظيم لكن ما بنادوه، لأنه مخلوق، لأنه الندى للخالق بس. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نادى. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وأيوب قال قبلها في نفس الصفحة، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هما النازل ليه ما بيمشوا لأرحم الراحمين؟ ليه بيمشوا لمخلوق ضعيف ومخلوق يذلهم ومخلوق يشكروه وما مركزين في شكرهم؟ زول يقول لك والله الشيخ ده بيحفظ القرآن. طيب الله ده نطق بالقرآن إذا صح التعبير، الله سبحانه وتعالى هو الذي تكلم بالقرآن وهو الذي أنزل القرآن، ده إذا بحفظه تناديه. طيب نزل القرآن ويتكلم بالقرآن ما بتنادي ليه؟ وذاك لو ناديته شرك، لأنه ما عنده شيء والله عنده أي شيء. أقول لك ده بيأكل الكسرة. أهل ملاح اللي بيأكلهم ده بأكل الكسرة، اللحم اللي بأكلهم ده نعرف اللي بأكل اللحم. أنت بتأكل كسرة حامضة ناشفة بايتة زي وشك ينادوك من دون الله؟ ده ينادو من دون الله بأكل كسرة. بأكل كم نفر؟ اللي بأكل باقي الخلق ديل منو؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا إلى آخر الآيات. أنت تنادي ده؟ طيب ده بأكل كم نفر؟ بالراحة كذي بأكل كم نفر؟ بأكل 200 والعالم فيه 9 مليار، باقي 7 مليار عفوا، باقي 7 مليار طلع الـ200 اللي بأكلهم ده ماكل اللون عصيدة وكسرة حامضة، باقي 7 مليار اللي بأكلهم منه؟ وده في الأكل ذاته، دي نمرة 3 في الأكل، ده ذاته في الأكل بأكل ناسه والبريدو. نحن ما بأكلنا كذا الله، مش أنا بيدقني أقول لي داير أكل كهابي أدو بسطونة. الله أيوة الله بأكل اللي بيحبه واللي بيعبده، وبأكل اللي بيبغض الله ذاته، اللي بيكفر به ذاته بأكل. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. يا الله المؤمن أكله، الله قال له ومن كفر برضو بأكله، الكافر ذاته بأكله، قال ومن كفر فأمتعه قليلا إلى آخر الآية. بعدين ده نمر 4، ده بأكل وبيأكل، والله بأكله شنو؟ وهو يطعم ولا يطعم. نمر 6 أو 5 ده بأكل من وين؟ جابر الأكل من الله. الله والناس اللي قدموا له ذاته، الله ما اداه الاكل واداه الرزق سبحانه وتعالى. الناس يجوا يدوا بياض 50 وفي الحصاد شايلين شواويل وما بعرف ولواري جاياو، يعني هو بيدو وذاته بيدو، تلقاه خاتي تحت المخده يجوا يعصروا له، يدوا 50 وحصيده راس ماله 3 جنيه، 47 وداه وين؟ عليم ربه، ما شغال اي شيء ولا على ضرائب بتجيو ولا زكاه ولا اي شيء، والدعم جايب. الله ده ما الا تدفع له باكلك زاي. قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق، والله ما
كائنا من كان يقدر يقول الكلمة دي إلا الله. ولدك الولدك بتربي عشان بعدين يقيف معك. الله قال ما أريد منهم من رزق، دي ما بيقدر يقول إلا الله. وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. يا أخي تساوي خالق بالمخلوق، ضعيف مسكين بيموت، الغريبة يموت. الرسول قال إذا مات الإنسان في صحيح مسلم انقطع عمله، بعضهم يروي إذا مات ابن آدم انقطع عمله، يعني مادة عمله انقطع إلا من ثلاثة: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. يعني مادة انقطع، مفروض شنو؟ موضوع انتهى. هو دي لسي لما يموت يا دوب بيبدا الموضوع. واحد السي زول بتاع موسيقى وبتاع لخبط في رفاعة، مات ولده سوى له قبة طلعوه لي، فكيس صيني طلعوه لي، ياخذ بتاع كباري ولا بتاع دين، هو ده صيني كان ادوك موبايل صيني وبتقبل. انا من انبز الصين ما، ولكن في النهاية لخبطة زايا. اي زول في البلد دي ساوي انه ولي يا امه، معقوله يا اخي؟ اي زول ولي واي زول شيخ واي زول صالح، ولو صالح ولي ليش الحق الله يا اخي سبحانه وتعالى؟ ليه حق الله يخشوا فيه؟ زول لو بنى بيت جاء اخوه ود امه وابوه نازعوا فيه، والله يفتح بلاغ، الله يصل عكازه اخوه، وده بناه تلقاه في الغربه ورسل القروش بنوا له، وجاء راجع بيته ده دار يتسلط فيه. اوه طوالي شكله تبدا السما دي الله بنا براو بنا سبحانه وتعالى حقته براو. والسماء بنيناها بأيد بقوة وإنا لموسعون. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ الله سبحانه وتعالى يجي يقولوا يا أخ بنينا السماء، ده بتاع الختمية عبد الله العيدروس، أنا عرشها والكرسي، أنا للسماء بانيها لولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها. كان ما خجلان من الله قال نار الجحيم دي بطفيها، نار الجحيم قال بطفيها، تكاد تميز من الغيظ قال بطفيها، إذا رأته من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا قال بطفيها. وكذا اللي يشوفها والله جهنم دي تشوفها، شفت مين صغير مين بلغت لما تكبر الملف بتاع حياتك تجيك، بس مما تشوف جهنم. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان، تضحك لو ضحكتها تلقاه قدام، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى.